أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة مازوت النقل وفق نظام الرسائل، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين القادم. وتعتمد الآلية الجديدة وفق إعلان الوزارة على إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة. حددت اللجنة الزراعية الفرعية بحماة 28 من الشهر الجاري موعداً لبدء عمليات حصاد واستلام محصول القمح من فلاحي المحافظة للموسم الحالي. وأوضح مدير فرع سوريا لتجارة الحبوب بحماة أن الفرع جاهز لاستلام كامل الكمية المنتجة، مبيناً أنه تم تحديد 8 مراكز استلام على مستوى المحافظة، منها 6 مراكز لاستلام القمح الدوغما و2 للقمح المشوّل. قال قادة مجموعة السبع إنهم يريدون إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين حتى في ظل المضي قدماً نحو تقليل الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد المهمة، وفقاً لنسخة من البيان الختامي. كذلك جاء في البيان أن القادة سيدفعون من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للعمال والشركات أثناء محاربة ما وصفه بالإكراه الاقتصادي. يكثف البنك المركزي الأوروبي عمليات التدقيق في احتياطيات السيولة عند مؤسسات الإقراض، وربما يفرض متطلبات للسيولة النقدية أشد صرامة على مؤسسات معينة في وقت لاحق من السنة. المراجعة السنوية للمخاطر التي تواجه المصارف يرجح أن تهتم أكثر بإدارة الأرصدة السائلة، بما فيها احتمال رفع الحد الأدنى لمؤشرات رئيسة كمعدل تغطية السيولة. يبدأ اليوم وحتى 20 من تموز يوليو القادم الاكتتاب في صندوق الذهب الذي تم إطلاقه لأول مرة في مصر بواسطة شراكة بين إزموث مصر لإدارة الصناديق وإيفولفي للاستثمار بإشراف هيئة الرقابة المالية. ويهدف الاكتتاب إلى تحقيق عوائد مناسبة للاستثمار في المعادن النفيسة المختلفة وفقاً للسياسة الاستثمارية لكل إصدار.